الزينة ما فيها إشكال، الإنسان فطرته تقتضي ثلاثة أشياء: اكتساب الجمال، استكمال الجمال، إظهار الجمال. الله هالشكل خلق الإنسان يحب أن يكتسب الجمال، ما في إشكال، يحب أن يستكمل الجمال، ما في إشكال، يحب أن يظهر الجمال، ما في إشكال. خذوا زينتكم عند كل مسجد. يمكن هذا التعليم لا نجده في دين آخر. حقيقة الإسلام كامل، لطيف، جميل. خذوا زينتكم. المرأة عندما تريد أن تصلي يستحب لها أن تصلي بزينتها وتستكمل الزينة أيضا، هذا محبوب من الناحية الشرعية. ولكن هنالك منطقة محددة، الزينة لا يمكن للمرأة أن تظهرها لكل أحد. أكو هنالك منطقة محددة، كثيرا ما المتدينين يتسامحون في هذه المنطقة. هذا ابن العام، هو هذا من أقربائنا، هذا ابن الخال، هذا أخو الزوج، دول كلهم يعتبرون محارم في نظر بعض المتدينين. لا، الشارع المشرع يحدد تحديد تفصيلي بمفهوم الحاصر اللي هو أقوى المفاهيم من الناحية الأصولية. حاصر فقط هذه المنطقة، هذه المنطقة اللي ماكو عادة خوف الإثارة أو ضرورات الحياة تقتضي ذلك، ولكن خارج هذه المنطقة لا يمكن. 12 طائفة فقط الله سبحانه وتعالى يبيح للمرأة أن تبدي زينتها أمامه. الزينة قلنا فيما مضى أنه ماكو هنالك تحديد شرعي للزينة. الزينة شنو معناها؟ ماكو تحديد شرعي. إذا ماكو تحديد شرعي، كل ما يقال له عند المجتمع أنه زينة، هذا إظهار محرم. كل شيء يقال له زينة، حتى إذا خاتم الزواج أو غير الزواج، إذا سمي زينة عرفا هذا محرم إظهاره. في بعض الاستفتاءات الشرعية أن بعض النساء يلبسن خاتم مو للزينة أو للسنة، وإنما للذكرى أو للوفاء، إذا زوجها ميت مثلا، هاي ذكرى من الزوج، وفاء للزوج، هل يجوز إظهار هذا الخاتم؟ الجواب على ذلك أنه هذا إذا زينة حرام إظهاره، والخاتم زينة عرفة، نوع من أنواع التزيين. حتى بعض الفقهاء ذكروا، ولاحظوا الدقة، ذكروا أن الحف هذا نوع من الزينة. المرأة عندما تذهب وتتزين، كيف تتزين؟ شلون تتزين؟ واحدة من عوامل الزينة الحف، فإظهار الحف خارج هذه المنطقة محرم. إذا المرأة تريد يجب عليها أن تستر أو لا تخرج، واحد من الاثنين. زينة عرفا ما يسموه زينة، ما يقال أن هذه المرأة تزينة، ليش تزين؟ هاي زينة.